عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: أبي يتعامل مع الدمس في أشياء مكروهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعين الوحيد لهذه الأسرة. يقول: أبي يتعامل مع الدمس في أشياء مكروهة لا أعلم بها لأنه يخفيها عنا، وهو المعين الوحيد لهذه الأسرة، وقد ذكرنا له أن ذلك حرام ولكنه مستمر في ذلك. السؤال: هل نألم إن قبلنا ماله، وما موقفنا من العيش معه؟ يا كل حال، إذا كنتم تعلمون إن هذا المال الذي ينفق عليكم إنه من الربا هذا حرام، ولا يجوز لكم قبوله إن كان لكم ما يغنيكم. إذا كان لكم ما يغنيكم فلا يجوز لكم أن تأكلوا من ماله تعلمون المغرب. أما إن كان ليس لكم ما يغنيكم ولا ما يكفيكم وأنتم مضطرون للبقاء عنده ولينفق عليكم، فيكون الإثم عليكم إلى أن يجعل الله لكم فرجا تقدرون على الاستقلال والابتعاد عنه.